سؤال ثاني، ما رأي قداسك في البعد عن بعض الناس من كثرة أخطائهم وأفعالهم السيئة، فهم يفقدون السلام الداخلي ولا يوجد سلام بينه وبينهم، فالبعد عنهم أفضل وليس الكراهية. وفي نفس الوقت بقترب للتناول، لأن قداستك قلت مرة في عزاتك الذي لم يوجد سلام بينك وبين بعض الناس ليس خطية. أصل شوف إيه الكتاب المقدس بيقول، إن استطعتم فعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. وانت ما تقدرش تسلم جميع الناس، ليس من جهتك انت انما من جهة الناس، اذا كان الناس هم بيفقدوك سلامك. يعني افرض واحدة متجوزة وحماتها مكفراها، ما اقصدش مكفراها بالمعنى الحرفي، يعني تعبها خالص، هل دي تمتنع عن الكنيسة وعن التناول؟ الكتاب بيقول إذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، مش أنت اللي أخطيت إليه، هو اللي ليه شيء عليك، تذكرت أن لأخيك شيء عليك، يعني هو ماسك عليك حاجة أنت غلطت فيها، فأترك قربانك وروح الصلح. لكن إذا كان هو السبب يبقى وما تقدرش تعيش في سلام معاه، فعلى الأقل لا تحقد عليه في قلبك ولا تكرهه ولا تتكلم فيه بالسوء، وهو في حاله وانت في حالك، جايز كل ما تختلط بيه ترتكب خطايا أكتر. والكتاب المقدس بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. أهو ده في مجلس المستهزئين لم يجلس وفي طريق الخطاة لم يقف، نقول ده متخصم معهم، ده مبتعد عنه. والكتاب أيضا بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، فلو انت ابتعدت عن الناس لان معاشراتهم رضية، دي مش ضد الوصية، بس المهم لا تحمل في قلبك كراهية ولا حقدا ولا انتقاما ولا تتكلم بالسوء، وهم في حالهم وانت في حالك، وما تعتبرهاش خصومة، اعتبرها اقتصار الشر. ومع ذلك هؤلاء لو احتاجوا لشيء تؤدي خدمة ليهم، كما يقول الكتاب إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، وكما يقول احسنوا إلى الذين يسيئون إليكم وباركوا لعنيكم. فالبعد شيء والحقد والخصوم